بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس بدر تايجرز، معكم مستر حسن الدناري. هناخد مع بعض النهارده اخر مراجعه عندي في الجبر، اللي هي مراجعه الاحتمال. القوانين عندي، اول حاجه قانون الاتحاد. الاتحاد ا اتحاد ب بيساوي ا زائد ب ناقص التقاطع. طيب تاني قانون عندي اللي هو قانون الفرق. قانون الفرق عندي كده، بص عليه مع بعض. قانون الفرق، انا كل اللي بعمله ان انا بشيل الحرف الثاني من القانون عندي هنا واحط مكانه التقاطع، يبقى بشيل ألف ناقص ب يبقى ألف ناقص التقاطع، جيم ناقص دال يبقى جيم ناقص التقاطع، وهكذا. طيب احتمال ال ب شرطه اللي هو المحدث المكمل او ب داش بيديني ايه؟ واحد ناقص ب. طب احتمال جيم داش بيديني ايه؟ واحد ناقص ج. احتمال ألف شرطه يديني ايه؟ واحد ناقص ألف. اشيل الشرطه واحد. اول ما اسمع كلمه متنافيان، يعني ايه متنافيان؟ يعني التقاطع بصفر، احتمال التقاطع بصفر. طبعا التقاطع نفسه بفاي، انما الاحتمال بتاعه بصفر. لو قال لي ان الف جزئيه من ب يبقى التقاطع يديني الالف والاتحاد يديني ب. لو قال لي س جزئيه من ص يبقى التقاطع يديني س والاتحاد يديني الص، وهكذا. تعالوا ناخد اول مساله. الدرس ده كله بيعتمد على القوانين، حافظ القوانين هتعرف تحل. بيقول لك ان الالف بستة من عشرة، الب بخمسة من عشرة، والتقاطع عندي باربعة من عشرة. طيب المطلوب ايه؟ اوجد لي الاتحاد. اول حاجه او اهم حاجه عندي في المساله، تبص للي بعد كلمه اوجد. اوجد الاتحاد، ايه هو الاتحاد؟ الاتحاد عندي بيساوي ا زائد ب ناقص للتقاطع. الالف بكام؟ ب6، الب ب5 من 10، التقاطع عندي بكام؟ ب4 من 10. بس حط على الاله 6 و5 11 ناقص 4 يديني 7، يبقى 7 من 10. القانون الثاني عندي احتمال الالف ناقص الب. انا قلنا يعني ايه ناقص؟ يعني بشيل اللي بعد الناقص واحط مكانه التقاطع، يبقى ألف ناقص التقاطع. الألف عندي بستة من عشرة والتقاطع باربعة من عشرة، ستة ناقص أربعة يبقى اتنين، يعني اتنين من عشرة. احتمال ألف شرطة بيساوي ايه؟ واحد ناقص احتمال الألف، يعني واحد ناقص الألف عندي بستة، يبقى يديني كام؟ أربعة من عشرة. طيب اللي بعده، مسألة تانية بيقول لي هنا ايه؟ حدثين متنافيان، أ و ب حدثين متنافيان. يعني ايه متنافيان؟ متنافيان عندي دي معناها ان التقاطع بيساوي صفر، وهو مديني الألف بخمسة من عشرة والب بأربعة من عشرة. ركز مع كلمة اوجد. اوجد ايه؟ اوجد الاتحاد. يبقى إيه احط لك قانون، ايه هو؟ قانون عندي الاتحاد بيساوي أ زائد ب ناقص التقاطع. طب الألف عندي في المسألة بخمسة والب عندي بأربعة. طب التقاطع قلنا بكام؟ بصفر عشان متنافيان، يبقى خمسة وأربعة بتسعة. أ ناقص ب، أ ناقص ب أشيل الب وأحط التقاطع، يعني أ ناقص التقاطع. يعني الألف عندي بخمسة والتقاطع قلنا بصفر، يبقى بيديني خمسة من عشرة برضو. احتمال الب شرطة، يعني واحد ناقص احتمال الب، يعني واحد ناقص أربعة من عشرة، لأن الب بكام؟ بأربعة من عشرة. يبقى واحد ناقص أربعة من عشرة، يعني عشرة ناقص أربعة يديني كام؟ ستة. دي تعتبر مقدمة كده في الاحتمالات، وهفي شوية أفكار تانية كتيرة ناخدهم إن شاء الله في أي وقت تاني. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.